حفل الفنان تامر حسني كان يوم الجمعة اللي فات، وطبعا كان ضمن فعاليات مهرجان العالمين. الحفلة طبعا اتصدرت الترند على السوشيال ميديا، وتامر حسني تألق قعدته، وكمان كان في تفاعل كبير جدا بينه وبين الجمهور، ده غير طبعا المشاركات الشبابية اللي منهم الفنانة سارة هيثم صاحبة الصوت الجميل، ودلوقتي هيكون معانا مداخلة معاها. طبعا الحفلة كانت يعني جميلة جدا 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 فوق الخيال. احنا كنا واقفين اصلا باكستيج عمالين نرقص ونتنطط ومبسوطين قوي. وطبعا يعني بجد شكرا جدا لكل القائمين على تنظيم المهرجان في مصر نفسهم، ويعني الناس دي بجد تعبت قوي، وبجد عايزه اشكره على اللي هو بيعمله مع المواهب الصاعده، يعني بيساعدهم وينصحهم ويطلعهم معاه على المسرح ويكون واقف معاهم لو احتاجوا اي حاجه. فدي بجد كلها حاجات كبيره جدا، يعني مش سهل ان حد يعملها اصلا. البروسيس يعني بيكون عبارة عن ان التيم بتاعه بيتواصل مع المواهب دي، وبنبدأ نشتغل ونعمل بروفات عشان البرفورمانس يطلع يعني بالشكل اللي انتوا بتشوفوه. واحساسي طبعا بيكون انه يعني حاجة ما تتوصفش، هو جميل جدا جدا، يعني بتكون حاجة خيالية وعظيمة انك تكون اصلا واقف جنب فنان بالشكل ده، بتكون حاجة يعني كبيرة قوي ومشرفة جدا. فلا شكرا جدا ليه، واحساس خيالي طبعا.